مباشر مع ياسين معراش، يبدو أن معه جمال السلامي. طيب مساء الخير ياسين، مبروك لك، مبروك للشعب المغربي، مبروك لجمال السلامي بالتحديد، لأن جمال أنصف المدرب المحلي. اليوم جمال يتربع على عرش أفريقيا من بطولة الأمم أفريقيا للاعبين المحليين بكل جدارة واستحقاق وبالعرق والجهد. بالفعل زميلي مهند، جمال السلامي أكيد يتربع على عرش الكرة الأفريقية، مدرب مغربي، مدرب عربي، ينجح مع هذه التشكيلة المغربية في فوز باللقب. ألف مبروك جمال السلامي، مبروك للمدرب المغربي، مبروك للإطار الوطني، وأكيد أنه المجهود لم يكن سهلا والوصول كان صعب لهذه المحطة الصعبة. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا تنهني جميع اللاعبين، جميع الأطقم، الإدارة التقنية كاملة، الناس اللي وضعوا فينا الثقة، سيدي إيرفي رونار، الجمهور المغربي اللي حاضر هنا. تنبغي نهدي هاد الميدالية الوليدة، وتن شرف لي أنني متسلت الإطار المغربي بشكل جيد. تنشكر جميع الأطر المغربية اللي ساندتنا ووصلتنا لهاد هاد هاد المستوى هذا. وشرف لي أنني سعدت المغاربة، وتنتمنى مزيد من التألق إن شاء الله لكرة القدم المغربية. إذا عندنا سؤال من الاستوديو سريعا، تفضل زميلي مهند. ياسين ليش سريعا؟ اليوم فرحة مغربية، خلينا نطول شوية مع جمال. ياسين عادي اليوم فرحة، تفضل جمال يقعد معنا. هو جمال اليوم يتربع على عرش أفريقيا من أمم أفريقيا للمحليين، وقبله عموته مع الوداد البيضاوي في دوري أبطال أفريقيا عرق البطولات الأفريقية. أنصفوا المدرب المغربي المحلي وأثبتوا علو كعب التدريب المغربي الذي يقارن حتى بالمدربين الكبار في أوروبا. بالفعل سريعا جمال السلامي، عموتة جمال السلامي، أنتما معا صراحة خدمتوا الكرة المغربية في إفريقيا وفزتوا بالألقاب، وأكيد هذه قيمة مضافة ومكسب كبير للمدرب المغربي والمدرب العربي. طبيعة الحال حسين عموتة صديق وأخ ورمز لنا كمدربين، لأنه حقق إنجازات مهمة جدا، رفع الرأس ديالنا عاليا لا في إفريقيا ولا كذلك في آسيا. احنا تنمشيو على المنوال، كاين مجموعة ديال الأطر المغربية اللي اشتغلت سابق وما تنصفاتش. أنا ممتن جدا جميع الأطر المغربية اللي ساهمت في تكوين ديالي، من سي محمد العماري الله يرحمه، من با محمد الخلفي الله يرحمه، طيب سي محمد الشادي الله يرحمه، مجموعة ديال الناس اللي سهروا على تكوين جمال السلامي. وتنشكر كذلك سيد ناصر لارقيط لأنه وضع الثقة فيا، وهذا المشروع من أول وهلة بغاني أنا اللي نسهر عليه. الحمد لله أنني كنت قد المسؤولية، شرف لي كبير أنني حققت هذا الإنجاز وشرفت الإطار المغربي، وأنا في خدمة كرة قدم مغربية إن شاء الله للمستقبل. اللاعبين اللي كانوا حاضرين، فتنظن بأن قوتنا في هذا الدوري هذا هو الروح اللي كانت تسود داخل اللاعبين، لأن كوننا منتخب على قيم. أول تربص وضعنا قيم مهمة جدا لتكوين المجموعة، ثم استمرينا والحمد لله كان الإنجاز. هذا شرف لنا أننا أعطينا مثال للمستقبل. طيب ياسين ربما إن شاء الله المغارب. جمال السلامي شكرا لك. ياسين لو يبقى معك جمال، ياسين لو يبقى معك جمال، كابتن عزيز بن نيجي حاب يتكلم معه. لو سمحت ناخذ سؤال من لأيوب الكعبي لأنه اسم كبير ونتمنى ناخذه كذلك معنا. شكرا لك جمال السلامي. أيوب الكعبي، يا ريت سؤال من الاستوديو لأيوب الكعبي لأنه نجم كبير وكعبه كان عالي في البطولة، وأكيد في أمور عديدة يمكن نسألها لأيوب الكعبي، تفضل. طيب تفضل كابتن أيوب. مبروك، فكرتينا في المهاجمين القدام اللي كيعرفوا يسجلوا بالراس، كيعرفوا يسجلوا برجل اليمنى برجل اليسرى، وروحك القتاليه
كنتمنى لك التوفيق، وكنظن بان هذا الشيء اللي وصلتي ليه جا من عمل كبير اللي قمتي به مع اولا مع عبد الحق رزق الله في فريقك الراسينغ البيضاوي، ثم تالقك الان مع النهضه البركانيه. ف كنظن زعما كنتمنى لك كل خير ان شاء الله، وان شاء الله تمشي للمنتخب الاول ان شاء الله. طيب، ونشوفك في كاس العالم. هي تمنيات عزيز بن نيج بالتوفيق لهذا اللاعب الذي اثار اعجاب الملايين. نعم. يعني كابتن عزيز بن نيج، ربما عزيز بن نيج يتمنى لك التوفيق. تألقت بشكل كبير، كعبك تبارك الله كان عالي، وفكرتنا في نجوم كبيره في الكره المغربيه. ربما الرساله توجه الان بعد تحقيقات لقب اللي هو رقب اول بالنسبه لك مع المنتخب المغربي، وحتى القميص المنتخب المغربي لم ما بقاش قميص اللي هو ثقيل على اللاعب المحلي، وبامكانه في اي لحظه يقدم الاضافه على ارض الملعب. والحمد لله كنا كلمه ديالنا في هذا التظاهر وهذه، شرفنا باللاعب المحلي وعطينا واحد القيمه اكثر. الحمد لله كتشكر الجماهير المغربيه رغم القسى والطقس، جات حضرات وسادتنا الحمد لله حققنا الاهم في التظاهر هذه. وكنوعدوا الجماهير المغربيه ان اللاعب المحلي عنده ما يقول، خاصه تشجيع والمسانده. الحمد لله كانت عندنا مجموعه قويه، سهلوا هذا اللقب عن جدار واستحقاق اداء ونتيجه. الحمد لله كنشكر مره اخرى الجماهير المغربيه اللي ما بخلاتش علينا. مستقبل اللاعب المحلي كيف تراه؟ وانت من الدوري المغربي تألقت، وكذلك ممكن نتمنى ان شاء الله نشوفك في روسيا مع ايرفنار ومع المنتخب المغربي الاول. والحمد لله اي لاعب كيتمنى انه يكون يتواجد مع المنتخب الاول ويتواجد في كاس العالم. الحمد لله العمل والمسانده ديال اللاعب المحلي اللي كانت الحمد لله حققناها، وفرحنا راسنا وفرحنا والدينا وفرحنا الجمهور المغربي اللي استحق كل الخير والتقدير. تبارك الله عليك ايوب، التوفيق. شكرا ايوب الكعبي، نجم كبير ان شاء الله يتالق في المستقبل مع المنتخب المغربي مع الكره المغربيه. الاخضر قبل المباراه قلت لي ان عندك احساس بان الكاس ستكون مغربيه، وصدق احساسك؟ ان اللقب اصبح قريبا وها هو يتحقق. الافراح الان متواصله، تسمع ربما طلقات الافراح والاعراس من داخل الملعب، ويسمع صداها في شوارع كازابلانكا الان. وبالتاكيد يعني تتدفقت الافراح وتتدفقت الجماهير خارج الملعب رغم تهاطل امطار الخير. ومباشره الى بعض الانطباعات، انطباعات الجماهير، والبدايه بالعنصر النسائي. الكلمه لك، يعني افراح كبيره الليله. الحمد لله كنهنئ المنتخب الشعب الشعب المغربي عامه، وان شاء الله الله يجعلها سنه مليئه بالافراح والالقاب. هي يعني بدايه وتصالح مع الالقاب. يعني عزيز، يعني لـ لـ يعني المغاربه يعني قتلهم الجفاف، جفاف الالقاب يعني من 76. الان مع امطار الخير، واليوم الكره المغربيه مع التاريخ. يعني الحمد لله هذا الشيء ما جا سهل، جا بخدمه وجا بعزيمه. والحمد لله كان عندنا واحد الفريق اللي كان واحد الفريق اللي متحمس باش يجي. حنا عطشان بكاس، لانه درنا بزاف ديال المجهودات، ولكن جا على خدمه وعلى استعداد وعلى واحد المجهود جبار. الحمد لله الفريق المغربي خدا ثقه ولعب مع فروق، خدا تجربه. ونيجيريا عندنا تاريخ معها، ولكن الحمد لله كان ماتش مزيان. الكره كل واحد كل لاعب كيتحمل المسؤوليه ديالو، قاموا بالدور ديالهم، جابوا وحنا محتاجين بالكاس. الحمد لله والمغرب يستحق اليوم بالزي المغربي. كنت بالتاكيد تستعد للفرحه اليوم؟ طبعا احنا الشعب المغربي كله فرحان بهذا اللقب، وهذا اللقب تنهديه لمحمد السادس اللي طور لنا الرياضه بالارقاب. ونطلبوا الله باننا ان شاء الله نكونوا تحنا ان شاء الله فايزين بكاس العالم ان شاء الله في روسيا ان شاء الله. ان شاء الله احنا جينا من مراكش باش نشجعوا المنتخب الوطني، وان شاء الله هذا العام هذا انتم تتشوفوا من طنجه للقويره الامطار ديال الخير. هذه السنه ديال 2018 هذه تدخل عندنا بالخير، تتشوفوا المنتخب المحلي، لان من السبعينات ما باقي جدينا شي كاس ديال افريقيا. العقوبه ان شاء الله الكبار افريقيا ان شاء الله، الكوكب المراكشي. هذا الشيء راه شي ميزان. اذا هذه
الشعب المغربي. هذه تحيه من مراكش اهل الكوكب، الكوكب يعني والدقه المراكشيه مهند. وقبل ان اختم تحيه تطوانية كذلك الحمامه البيضاء، واختم يا الناس سوق لعب عشان فوق يديروا كل كل ربع المملكه. اذا الى بعد الشباب، هذا لاعب من الشباب، تفضل الكلمه. كنهنئ المجموعه المغربيه على هذا الانجاز هذا، لانه كيشرفنا احنا كمغاربه، وكنهنئوا جمال السلامي على هذا الانضباط اللي خلق لنا في اللاعبين ديالنا. وطبيعة الحال نتمنوا المجموعة الكبيرة تمشي هذا المنوال هذا في كأس العالم. وديمارات شكرا شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما تشوفوا الجميع، نحن كمتتبعين المنتخب الوطني انا وكوشاك، الحمد لله احنا فرحانين بهذا الفوز، الا هو الفوز بكاس افريقيا. مبروك الحمد لله. وتنحيوا شكرا شكرا وتنحيوا بي ام سبور والنسيو شكرا مزيان. برافو. اذا باي باي، عودة اليك مهند. نعم شكرا لك الاخضر، والف مبروك لك وللجماهير المغربيه. وبعد سنوات العجاف اللي تكلمت عليها، اليوم الامطار تمتلئ في المغرب، تبتل الارض، تخرج الكؤوس.